الإخوان، بعد الإضرابات ديال الأساتذة اللي دامت أكثر من 3 شهور، خرجت الحكومة بواحد القرار ديال الزيادة ديال 1500 درهم، ولكن الأساتذة ما عجبهمش هذا القرار وقالوا بلي أن ذاك النظام الأساسي اللي بغاو يفرضوا عليهم ما كيساوي حتى شي حاجة مقابل هاد 1500 درهم اللي غادي يزيدوا لهم شهريا. داكشي علاش الإضرابات ما توقفوش نهائيا، واليوم عاوتاني هناك إضرابات والاعتقالات بالجملة في صفوف الأساتذة. تفاصيل خطيرة غادي نتعرف عليها مع الأستاذ المعروف بالأستاذ المكشكش في مواقع التواصل الاجتماعي، اللي غادي يفجر لنا معطيات صادمة حول هذا القرار هذا، وهاد الإضرابات غادي يستمروا تالي متى. وبما أن الإضرابات باقي مستمرين، فواش غادي يكونوا الامتحانات بالنسبة للأقسام الإشهادية؟ واش غادي تكون سنة بيضاء، يعني هاد العام ما غاديش يقراو التلاميذ؟ وشنو غادي دير الحكومة؟ أما بالنسبة للملك ديالنا نصره الله، واش غادي يدخل في هاد الأزمة هادي ديال التعليم؟ فكنقول لكم الحلقة ديال اليوم مهمة بزاف، لهذا ما تنساش أنك دير لايك لهاد الفيديو باش ما يتحدوش من طرف الدبب الإلكتروني. وإلا كنتي ضد الفساد، هادي قناة الشعب اللي كتفضح المخططات والفساد ديالهم، اشترك فيها وآجي كمل معايا هاد الحلقة. المهرجة الإعلامية التي للأسف أكدت أن الجبل تمخض فولد نملة صغيرة، كنا نتمنى أن يلد فأرا كما العادة، ولكن للأسف حتى الفئات اللي كانت كتنتظر شي مخرجات ربما اللي غادي تلبي لها المطالب ديالها، حتى هذيك الفئات كتعيش الحالة ديال الصدمة والحالة ديال خيبة الأمل منذ البارحة. أما احنا صراحة ما تفاجئناش، كنا ننتظر هاد المخرجات مخيبة الأمل، والدليل على ذلك وأننا مادام ما استدعوناش كفئات اللي معنية بالإضراب والفئات اللي احتجت وهي اللي كانت في الساحة تم تغييبها بشكل متعمد، كما قلت لكم منها النقابة اللي عندها تمثيلية اللي معنا في التنسيق الوطني، والتنسيقيات كذلك همشت وغيبت بشكل متعمد. أكيد أن نيتهم ماشي حسنة، كون كانوا عرفوا راسهم غادي يستجبوا المطالب ديالنا كون استدعونا، وفعلا غادي يديروا واحد على الأقل واحد النية حسنة ويحاولوا ما أمكن يقرأوا الملفات اللي عندها المظلومية سنوات، وملفات اللي عمرت سنوات. وما كنتكلم معكم كلمة ملفات، أنا كنتكلم معكم على اتفاقات، هذه اتفاقات توقعت بين الوزارة والحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية، هذو راه النقابات قطاعية، هذا اتفاق قطاعي اللي توقع البارح للأسف. أما هذه الاتفاقات اتفاقات مركزية، ومع ذلك الحكومة التفت عليهم. إذن واش غادي نرجعوا ولا ما غاديش نرجعوا الأقسام؟ السؤال ديالك فعلا هذا هو اللي كينتظروا الآباء، وكما كننتظروا حنا أننا نرجعوا المكان الطبيعي ديالنا اللي هو القسم، والمكان الطبيعي كما كنقولوا للتلميذ واللي هو القسم. ولكن للأسف دائما الحكومة ما فهمناش، خرجنا للشارع تقريبا نسبة المشاركة في الإضراب 98%، جميع المؤسسات شلت، يعني المغرب المؤسسات التعليمية ديالو مشلولة، وتيخرجوا عليك بهذا الخطاب ديال 1500 درهم. يعني إلا حسبناها أول حاجة 1500 درهم ما كايناش، راه حتى 2024 2025. إذا نكونوا مع الناس واضحين، ما تقولش لهم راه زدناهم 1500، راه حتى 2025 وشوفش من شهر واش كاينه ولا لا، وتبدا حتى 2024 اش من شهر، إذا ما محديش حتى الشهر باش تعرف دائما السياسة المراوغة، ما نحدد لك أنا لا جونفي لا جوان لا سبتمبر، نخليها مفتوحة. إذا ندير 1500 يعني بمعدل 25 درهم للنهار،
يعني الأساتذة والأستاذات والأطر الإدارية والأطر التربوية مزاولة ومتقاعدة كاملين خارجين هذه المدة كاملة باش غادي نحاولوا ما أمكن نروجوا الرأي العام بأن هاد الناس راه ماديين والمطالب ديالهم مادية محضة. اللي كيهمهم هي الفلوس، راه كيروجوا لكم داك الخطاب ديال المدرسة العمومية والمجانية ديال التعليم، هذوك راه واحد الفليسية منهم ما كان، ولا لوحوا لهم واحد العظم ولوحوا لهم واحد الفتات وغادي تشوفوا واش غيتراجعوا ولا لا. إذا الحمد لله أساتذة كانوا الحمد لله فاطنين وكانوا كاملين في الموعد وكلهم عبروا على السخط ديالهم وعلى الامتعاض ديالهم وعلى الاستنكار ديالهم لهذه المخرجات المخيبة للآمال. حنا كنا كنتكلموا بصوت واحد وكنقولوا الكرامة أولا والكرامة ثانيا والكرامة ثالثا، وللأسف هاد الناس كيظنوا بأن الكرامة ديال رجل التعليم غيشريوها ب 25 درهم النهار كزيادة وغادي يمشيو يحاولوا يلبيو المطالب ديال واحد الفئات اللي قليلة تحسبوها بالكالكولاتريس وغادي نسكتوهم، والفئات اللي عريضة متضررة ما ذكروهاش نهائيا. وعلى رأس هذه الفئات كاين الفئة ديال المفروض عليهم التعاقد اللي كتشكل واحد الكتلة كبيرة ما كتطلب حتى تكلفة مالية، كتطلب أنهم تعطاهم مناصب مالية مركزية. كنلقاو هاد الناس ما كيذكروهاش ما كيجبدوهاش، يعني هضر لا بغيتي تهضر حنا غادي نديرو اللي في راسنا غادي نديروه. الفئة العريضة الأخرى الفئة ديال المقصيين من خارج السلم اللي كتسال حقها، كما للأسف الأسر المغربية راه ما عارفاش كما قلنا التفاصيل، وفي التفاصيل يكمن الشيطان. الأسر المغربية ما عارفاش بأن هاد الحكومة الحكومات يعني الحكومة تاع على الفاسي وقعت معنا اتفاق في 2011، حنا كنسالوها رزقنا نهضرها بالدارجة، هاد الحكومات كنسالوهم رزقنا من 2011 وجاو دابا في هاد الاتفاق اللي تا هو اتفاق وما ذكروش نهائيا باننا كنسالوهم رزقنا. اذا راه خصنا ندعيوهم خصنا نتابعوهم هاد الناس قانونيا، هاد الناس راه يخرجوا عندنا يقولوا لنا راه كتزايدوا على عباد الله راه كتكذبوا ما كتسالونا والو، يخرجوا عندنا وانا نخرجوا نتمناو يخرجوا يقولوا لنا واش هاد الاتفاق تاع 26 ابريل 2011 واش ما كاينش، الاتفاق تاع 19 ابريل 2011 واش ما كاينش، الاتفاق تاع 18 يناير 2022 ما كاينش، واخر حاجه هاد الاتفاق المهزله اللي كنسميوه حتى الاتفاق اللي دار غير في اول تاع السنه، احنا في يناير 14 يناير 2023 وما قدرش يوفوا به الاتفاق هذا، حتى هو راه دار ليه بهرجه اعلاميه وتبارك الله، والاساتذه الابتدائي لاول مره هما والاعدادي والملحق اقتصاد والاداره نصفناهم واول مره عطيناهم خارج السلم وهذا انجاز تاريخي، وفي الاخر للاسف راه الناس باقا كتسير كانوا كينتظروا التجويد ما كاين لا تجويد لا والو، اثر رجعي ما جبدوش نهائيا. الاخوه تاع الزلزله 10 غير في شهر يناير، يناير هادشي ماشي حتى هذا اتفاق توقع ياك نتوما كتقولوا اتفاق، حتى هذا اتفاق حتى هو راه كان حاضر ليه رئيس الحكومه السي اخنوش، حتى هو قال لهم حل مشكل الزلزله 10 ودازت غير اشهر معدوده ولا يقول لهم التسريع بحل مشكل الزلزال 10. الناس كتلعب بالمصطلحات وكتخلي الضبابيه للاسف باش يلعبوا لعبهم وباش يحاولوا يراوغوا. اذا المناورات دائما كنا كنعرفوا على السياسيين اكيد، ولكن من انتقل هذه المناورات حتى للفعل النقابي هنا للاسف كتكون الصدمه. شنقول لك الفئه العريضه الاخرى اللي متقاعده كذلك حتى هي كتسال حقها، ماشي كنقول متسال حقها، دول اخرى الفئه المتقاعده راه كتكون كدوز كونجيات ومدايره برنامج سياحي، وكنلقاو حنا الفئه المتقاعده في المغرب دايره برنامج نضالي. انا هادشي يحز في النفس، استاذ عاد توفى في 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 مكناس دار الوقفه يوم الاربعاء مع الزملاء تاعو والزميلات تاعو، وقفه سلميه، جا وصل الدار جاتو سكته قلبيه راه توفى دابا. اذا واش هاد الناس ما كيتحرك عندهم والو زعما تحرك عندهم والو يقولوا راه هاد الحقوق تاع الناس المهضومه الى متى؟ اذا حنا بالنسبه لنا هاد المخرجات لا تمثلنا اكيد. بالنسبه لنا حنا كاساتذه الراسمال الرمزي ديالنا هو المعرفه، هاد الكلمات اللي كيتلاعبوا بهم حنا كنقريهم للتلامذ وكنضلوا نوريوهم خصو يميز بين هادي وهادي، يوري يميز بين التجميد وبين السحب وبين الالغاء وبين الاسقاط، كنضلوا نقريوهم هاد الشيء، بالتالي ما يمكنش انا استاذ غيجي يديرها بيا واحد سياسي ولا واحد كيتعامل بالمناوره كاداه للاشتغال عنده. اذا انا التجميد بالنسبه لي راه حاطه اكوتي
لا هو ولا المهم يستعمل المصطلح اللي بغى، يعني حاطو في الجنب لا احتاجو غادي يجبدو. والدليل على ذلك انا نعطيك غير مثال، والساعات الاضافيه، الساعه الاضافيه اللي تزادت للمغاربه الساعه، ياك قالوا كانت تضحكوا على العثماني تيقول لي تزادت ساعه، هذا كيزيد في الاثمنه، الاخر كيزيدها في الساعه. هاد الساعه خرجوا التلاميذ جميع المؤسسات المغرب وخرجوا كيحتجوا على ان الساعه قلبات لهم البرنامج اليومي ديالهم. شنو داروا معنا؟ تا هو داروا اتفاق، جلسنا معاهم تا هما وقال لك اوكي تلميذ في عوض غيقرا مع 8 يقرا مع 9، راه 9 هي 8. دازت غير اشهر معدودات ورجعوا 8 ونص. هاد الناس هاد الثقه بهم راه هما اللي كيكرسوا ازمه الثقه، وبالتالي هاد المساله تاع التجميد ما تيقش بها. انا كنقول لك شارك الاستاذ، اضافه للنقابيين، حتى الاساتذه غادي يشاركوا في هذا النظام الاساسي. وهذا النظام الاساسي كيفاش غيشاركوا به؟ كاين عندنا مجالس التدبير، وكاين عندنا مجالس تعليميه ومجالس تربويه، ترفع التوصيات من عندنا وتاخذوها بعين الاعتبار وتحط في هذا النظام الاساسي، لاننا حنا هما الفاعل الاول وحنا هما المحرك ديال العمليه التعليميه التعلميه. ما تجيش غير تخلينا بين قوسين وتجي تا الاخر للاسف جميع اللقاءات سريه وما تخرجوش الاخبار وتخليونا حنا اخر من يعلم، وتنتظر حتيف وتزلزال وتبغي تسرب هاد السموم للاسف للشغيله التعليميه اللي تصدات لك الحمد لله وكانت في المستوى. اذا هذا بالنسبه للتجميد. بالنسبه ل 1500 درهم لكانوا كيقولوا بانها سابقه تاريخيه وعمرها ما وقعات، وتبارك الله ومخرجين للصحافه الماجوره وتا هي تطبل وكتغيط وراه تبارك الله وشنو بغاو وكيكثر من هذا الشيء. كنقولوا لهم الا كانت سابقه تاريخيه الزياده في الاجور راه كذلك سابقه تاريخيه في الزياده في الاسعار في المواد الغذائيه وبالمحروقات. ما يكذبوش علينا، راه المواد الغذائيه كامله زادت حتى ل 500%، كاين مواد غذائيه اللي زادت 400%، كاين مواد غذائيه اللي زادت 300%. وياك كتقولوا حنا كامونيين وكنتحكوا، وتا الكامون زادوا فيه، تا الكامون كامون قسما بالله. دابا كنتلاقى المواطنين لقاش هما ما كيتلاقاوهمش غير في الانتخابات، عاد كيوليو شويه ياكلوا شويه تاع السردين وياكلوا البيصاره ويتصوروا مع الدراري وشويه ياكلوا الشفنج. حنا راه عايشين معاهم. تلاقيت مواطن قال لي في 26 نوفمبر قال لي كنتقضت قضيه عاديه، شريت كيلو تاع الكامون ب 60 درهم، قال لي والله العظيم استاذ لا دابا خديته ب 120 درهم. هذا الكامون، هذا الكامون كامون زدتوا فيه 100%. بالله عليك تقولنا زدتي في الاجور، احنا ما كنطلبوش صدقه، ما يمكنش تشرينا ب 25 درهم للنهار، راه كناها وكنعرفوا واش كنقولوا، احنا بغينا المدرسه المغربيه يرجع لها الاعتبار، ومن كنقولوا الكرامه راه فيها شقين، فيها الشق المادي وفيها الشق الاعتباري. واش هاد 25 درهم تمشيو تشوهونا وكديروا لنا الطبل في المحطات الاعلاميه كامله؟ درتوها في 2012 لا بقيتوا عاقلين، خرجتوا للدوزام ومشيتوا كتروجوا لهم كتقولوا لهم الاساتذه والممرضين عطيناهم تعويضات على الوسط القروي. الناس دابا راه متيقه، كيقول لنا تبارك الله راه عوضوكم على الوسط القروي. واش هاد الناس نحاسبهم ولا ما نحاسبهمش؟ اذا حنا هادشي ولفناه، ولفنا البهرجه والاعلام للاسف. قنوات كانت في اي الله يحفظ اي حادثه كتادي الاستاذ كي مباشره استاذ اغتصب واحد التلميذه بدون بحث وبدون تنقيب، كيجيبوا لك ذاك الخبر باش يشوهوا الاستاذ. استاذ ضرب واحد التلميذه قتلها عنفها كيجيبوه، ولكن الحاجه اللي كتادي الاستاذ ما كيوضحوها عمرها ما جابها الاعلام. يترياتون وكيمنعوا علينا منعا باتا حتى القنوات الرسميه انهم يستضفونا. للاسف راه تلاحظتوا ما كنقولوش شي حاجه ماشي هذيك، لا كانوا في النهايه ديال هذا الاتفاق، هذا الاتفاق تاع البارح تاع 10 دجنبير، النهايه ديالو شنو كاتبين؟ في الاخر شريطه التعاون على السلم الاجتماعي، وكأن هذه المظاهرات اللي كنديروا دابا والاحتجاجات السلميه راك تلاحظوا كل شيء غادي سلمي، ما كنعرقلوا الطريق ما غادي والو في الجنب منظمين، وقفات سلميه شعارات سلميه، ما كناديو بلا بانقلابات ولا بتا حاجه، غادي الحمد لله عندنا مطالب خبزيه ومطالب تاع الكرامه ومطالب ديال اعاده الاعتبار. هاد الناس ولاو كيقولوا لهم احنا نعطيكم هاد 25 درهم في النهار، ولكن السلم الاجتماعي وعندكو. اذا شنو السلم الاجتماعي؟ من نخرج انا نقول التلاميذ ما توصلوش بالكتوبه حتى لاواخر اكتوبر، وكاين اللي توصل الكتوبه تاع يعني دازت شهرين تاع القرايه والتلاميذ ما وصلوش بالكتب تاع مبادره ديال مليون محفظه، ما توصلناش بالكتب. اذا ليه شكون اللي غايقولها؟ شكون؟ راه حنا خرجنا نقولوا هذا الشيء وخرجنا نوضحوه لعباد الله بان هذا الشيء يكفي.
يستحيل الاستاذ طرهنو دخلوا في 14 تنبير مدخلوا سد عليه القسم كطرهنو بغيتونا نوليو عساسه التلامد نعسوا عليهم صافي ما قريوش. اذا بالتالي دخلتيني في 14 تنبير خصني نتوصل بالكتب الدراسيه في 14 تنبير سينو خلي التلامد يخرجوا يشريوا الكتب تاعهم. اذا هاد اللي مسؤولين على التاخر هما اللي خصهم يتحاسبوا. التوصل بالكتب ماشي تهديدات وعندكم وحده وراسكم وراه يديروا لكم العزل وراه غيديروا وحدي لكان القانون غيطبق يطبق على هاد الناس هما الاولين. شكون اللي كان مساهم ان الكتب يتاخروا وما يتوصلوش للتلامذه في التوقيت ديالهم؟ شكون اللي كان مساهم ان الاساتذه ما عندهم حتى كتاب وباقي الناس كتجي كتسولهم على التقويمات التشخيصيه وتقويمات التشخيصيه كاينين في الكتب؟ اذا بالتالي هاد السلم الاجتماعي راه خصنا نشريوه كاملين. كنا كنتظروا بان الوزاره والحكومه تقول بانها فرصه لهاد عباد الله اننا نعيدوا النظر في الاقتصاد المغربي. راه ما كنهضروا على التعليم هو المحرك ديال الاقتصاد المغربي، وكما قلت لك في التصريحات السابقه راه جميع الدول التي تقدمت لم تتقدم نهائيا بالرياضه فقط. الرياضه جزء لا يتجزا من التقدم ولكن كيبقى عنده ترتيب ديالو في المؤخره. ما الناس كتسبق التعليم، وبالتالي كما عطيت المثال تركيا واندونيسيا وسنغافوره غير البارح حتى هي كذلك كانت مرتبه يا ولات دابا الخامسه عالميا. كاين دول اللي للاسف استفدت من هاد الزلازل التعليميه، حتى وقعت عندها الزلازل التعليميه واستفدوا وداروا اعاده النظر. راه ما ترجعش ليا الكرامه ليا انا، راه كترجع الكرامه للدوله المغربيه. الدوله المغربيه راه لا يعقل ان استاذ خدام بالعقده ياك وخدام في التعاقد وطالق عينه ولا لقى شي خدمه احسن يمشي ليها، لقاش كتعطيه 4800 درهم كيدير يستقر. واش انت في عوض جيت تكونوا كما كدولوا تكونوا النرويج وفنلندا سبع سنين باش تولي استاذ؟ سبع سنوات، لان الخطا التعليمي والخطا التربوي اخطر من الخطا الطبي. لكنتي كتظن بان الطبيب كتكونوا سبع سنين وكتعطيه خمس سنين تاع التخصص، راه حنا ما عندنا لا تخصص ابتدائي باسبارتو كيقري جميع المواد عربيه فرنسي رياضيات ماشي مشكل، تكون عندك اجازه في الحقوق اجي اجي الدنيا هانيه. واخرها راك شتي المهزله ديال الدعم، نجيب وحدين ما عارفين ربما حتى المكونات تاع المواد ما عارف لا منهجيه لا بيداغوجيات، وللاسف نعطيه انه يرقع عليا في هذه المهمه. لقينا للاسف كنلقاو اثار سلبيه، دابا خصنا نبقاو نصلحوا هذا الاسبوع تاع الدعم، خصنا نبقاو نصلحوا دابا. لقاش الاستاذ كيعطي للتلميذ منهجيه اشتغال معينه وطريقه العمل معينه، كنجيو كنلقاو واحد اخر عاوتاني فورماطاه وقلبوا لك وعاود عاوتاني فلاشيه ديال الدرب غلف عاوتاني وشاف لا تفلاشي لك. الاساتذه كما قلت لك الحمد لله اللي كما يقولوا اللي قرصوا الحنش ولا اللي قرصاته الحيه يخاف من اللي قرصاته الحيه يخاف من الشريط بليطو. اذا حنا فايتين مقروصين، انا عطيتك غير امثله على سبيل المثال الحصر، يعني ناس فايتين خرجوا لنا بالتلفازه وقالوا لنا راه عندكم وغادي نعطيوكم وما كاين والو، وفايتين عطاونا في 2012 بليطو مورا الربيع العربي عطاونا 600 درهم وداروا لنا الاشهار وحيدوها لينا باليد الاخرى. من اللي حيتك يلقم ليك، عطاك 600 درهم وداز غير سنوات معدوده حيدوها لنا في التقاعد، ها اقتطاعات في التقاعد، ها الكلوبس غادي كيزيد في الاقتطاعات، ها صندوق التقاعد خواه وغادي يعمروه بالجيوب ديالنا. اذا حنا ما وليناش كنفرحوا بهاد الزيادات، لقاش لا زدتي راه غادي تزيد الاسره المغربيه. راه الاستاذ اللي دخل مرتاح غيخدم مع ولدها، ولا دخل مرتاح غادي يحاول ما امكن يعطيه ويضاعف المجهود ديالو. اذا بالتالي راه ما كتعطيناش صدقه وما كتعطيناش من مالك الخاص. السي اخنوش الحكومه ديال الاجتماعيه ما كتعطيوناش من مالكم الخاص، هذوك راه الضرائب ديال الشعب وهذوك الاموال ديال الشعب، حتى واحد ما كيعطينا من عنده. من كتبغيو تعطيو راسكم كتكونوا سخيين، ما كتبغيو تعطيو راسكم بدون حساب، ولكن ما تبغيو تعطيو القطاعات المنتجه والقطاعات اللي غادي ترفع بالدوله بدل ثقافه الاسمنت اللي كنلاحظوها. شنو غندير انا بجرده هي كتبنا؟ وشنو غندير بالرخام؟ شنو غندير انا بالشجر والانسان ما استثمرش فيه؟ الدول المتقدمه هذيك التنميه البشريه اللي كتكلموا عليها راه فيها 125 معيار في الترتيب تاع الدول في التنميه البشريه، كان ترتيب في القوه العسكريه، دابا الترتيب التنميه البشريه. وانتم كتاخذوها كشعار كل مره كنشوفوها تنميه بشريه، جمعيه تاع التنميه البشريه، الشعارات عندنا، ولكن في الواقع راه من ابسط المعايير في التنميه البشريه ان المواطن ما يعيش في الضغط. سير سول دابا الناس راه ماشي عايشين في الضغط، انت كتشوف ناس ولا تخرج فيديوهات ما كيعرفش المسكين ما يقول وكيخطئوا للاسف، تيطرطق تيولي يخطئ
وتتخرج منه شي كلمه وكيولي يتحاسب عليها، وراه طرطقتوه صاحبي، راه طرطقتوه، ما تحكوش على الدبره. وبالتالي احنا الامل باقي عندنا، باقي عندنا الامل، عمرنا ما فقدوا الامل، وعارفين بان كاين ناس مواطنين، وكاين الناس اللي عندهم المواطنه الحقه، والناس اللي عندهم الغيره على القطاعات الاجتماعيه بما فيها المدرسه والمستشفى العموميه. هاد الناس هما اللي كنتظروا ان يتحرك عندهم هذاك الضمير، ويحاولوا ما امكن كما تحركوا الفنانه اللي كنحييهم من الدور، لا السي سعيد النصيري ولا السي الوالي ولا الاخوان كتار ولا الاخوان الاساتذه التعليم العالي، الدعم ولا الاسر المغربيه اللي دعمتنا، راه من دعمونا حسوا بالالم ديالنا، حسوا بينا باننا كنتكلموا بصدق. راه من غتجي تصلح لي المؤسسه ما كتصلحش لي داري، ما قلتش لك يلا فيني لي الدار ولا ديك الصاله عندي راه كتقطر، هذاك راه القسم ديال المدرسه اللي كيقطر. ومن قلت لك جيب موظفه اللي كتشطب الاقسام، هذيك راه المدرسه اللي غتشطب، ما تشطبش لي داري ولا كنتفشش عليك ولا نلوي لك دراعك، هذيك راه مدرسه تاع الدوله وهذوك ولاد تاع الشعب. وبالتالي راه الحل سهل، راه سياسيين راه قدموا لك الحلول صاحبي، بركه من قصوحيه الراس وهذيك الطربيه نربيوكم، واش غتربيونا؟ راه كتربيو الاسره المغربيه، اش هذا المستوى تاع ربيكم؟ اذا بالتالي راه عطاوك الحلول، راه خرجوا سياسيين قال لك 10% تاع الاستثمار غتعطي الاساتذه 5000 درهم ونرجعوا للتعليم القيمه ديالو، علاش زعما ما يستاهلش؟ شكون هذا اللي يلوي لي دراعي؟ ما يستحقش. اذا عمرك ما تقدم، لا ما تقدمش التعليم بقيتي تما، سير تقدم في الكوره كما قلت لك، وغادي تبني ذاك الملعب بالملايير، وغادي يجيو هادوك التلامذ اللي ما تقريهمش غادي يهرسوا الملعب في ظرف ساعه، ساعه غادي تهرس الملعب، وراه عندكم تجربه في هذا الشيء. اذا كنخسروا فلوسنا للاسف في القطاعات اللي ما عندهاش الاولويه، والقطاعات اللي عندها الاولويه كتوليو تقشفوا وديروا لنا هذه البروباغندا. اذا المخرجات الحوار المغشوش للاسف ما نقدرش نسميه حتى حوار، لحقاش دار في ابواب مغلقه واستثنى المعنيين بالامر. اذا ما علينا الا ندو بهذه الطريقه الدعائيه، الطريقه الالتفافيه. الناس ضايعه و8 المليون تاع التلامذ كينتظروا، وحنا باقيين بغينا نفتحوا مع الاساتذه والاستاذات والفئات اللي محتاجين كاملين، نفتحوا معاهم جوالات وجوالات. البرنامج سطرناه قبل، لقاش صراحه كنا متوقعين هاد المهزله ديال هاد المخرجات. عندنا اضراب غادي يبدا من يوم الاربعاء الى يوم السبت، يعني 4 ايام، ثم كذلك ندوه صحفيه في نادي الصحافه بالرباط ان شاء الله اللي غادي يعقدها التنسيق الوطني لقطاع التعليم. وما علينا الا نوجهوا التحيه وكل التحايا للاسر المغربيه اللي كيلقاونا في الشارع وكيقولوا لنا برافو عليكم كملوا. لماذا؟ لحقاش عارفين باننا ما مدايرينش حرب احنا مع الحكومه، ولكن باننا رجعنا الاعتبار لواحد المرفق اللي كان مهمش، واحد المرفق اللي للاسف ما بغاوناش نعريو عليه، مرفق اللي بسببه الدول تقدمات، المرفق اللي لا رجعنا له الاعتبار كون اكيد المغرب غادي يتقدم، وهذوك الدول كلها اللي تقدمت ماشي احسن منا، بالعكس كانوا صرحاء وخداو قرارات ولم يتخذوا. اذا الاخوان هادشي هذا اللي كان في هذا الفيديو، ما تنساوش اللايكات وما تنساوش ايضا تشتركوا في القناه الا كنتوا اول مره كتشوفوها، مع فيديو مقبل وحلقه مقبله، والسلام عليكم.